السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه ألف صلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير الفطور، راح ندير ظلمة تاع القرنون لي باش نقسم الوصفة معاكم. للظلمة لازم لي حبيبات تاع القرنون بيان سور، لحم كفت، زود حبيبات الصل يكونوا مويان، شوية نديرها في الظلمة في الحشوة تاع القرنون، وشوية ندير بها المرقة، مغرفة تاع السمن، نسحق المعدنوس، فلفل أبيض، قرفة، شوية على شابلوغ، روز لاني شللتو، معدنوس، حبيبة بيض، والقرنون بيان سور. نبدأ وندوزنو المرقة ديالنا. الحاجة الأولى نبدأ بشوية تاع الزيت، بسم الله، واحد تلت مغارف تاع الزيت، ونزيد ندير السمن. هكذا ما حبيتوش السمن ديروا الزبده كيما حبيتو. هذا طبق تقليدي، راني ندير الوصفه التقليديه. شوفوا نفهمكم، الظلمه تاع القرنون تجيب اللحم الخروف، صديق اللحم الغنمي، مي انا اليوم راح نديرها ظلمه بلا لحم، على بالي ندير اللحم طريفه تاع اللحم ونزيد ندير لافيون داشي. تقولوا لي مادام ديرهم بزاف، وصدقوني والله يا ولادي ما ياكلوا اللحم، يحبوا غير لي بولات. هذه هي مام يعني هكذا باش تساعد الناس كامل، اللي عنده اللي ما عندوش. الظلمه تاع القرنون الاصليه تجي باللحم الغنمي، حميصه، والقرنون محشي بلا بيان داشي. هذه هي هنايا دوك ندير البصل، تتقلى لي مليح، بسم الله، نخلي شويه هكذا، ونخلي شويه للحم كفت. ندوزن شويه تاع فلفل، بسم الله، هكذا، وشويه تاع القرفه، هكذا، شويه برك تاع شويه قرفه، وما نساوش الملح. بسم الله، ها نزيد نخليها تتقلى مليح. من بعد ما تقلى لي البصل نمرقو مويها سخونه. بسم الله، هكذا، ونغطيه ونخليه يتغلى، تغلي مليح هذيك المرقه تاعو. هذا هو، هاني دوك نغطيه. هنا نروحو ندوزنو اللحم ديالنا. هاي اللحم، شوفوا اللي ما عندوش اللحم ما يقدرش يشيل اللحم كفت، يقدر يدير الدجاج، كل واحد ومقدوره. هنايا معدنوس، هكذا، عندنا الرز اللي يعني شللته، واحد زوج مغارف تاع ماكله تاع الرز. هنايا زوج مغارف تاع الشاكلور. ندوزنو ما ننساش البصل، كما درت في المرقه ندير في هنا في البلاصوص تاع في اللحم كفت، الفلفل، بسم الله، هكذا، القرفه، شويه شويه كما ندوزنو المرقه ندوزنو هكذا، هانا، والملح، ها هيك الملح، هانا، هذا هو ما نسينا والو. شوفوا والله راح نوري لكم حبيبه بيت، شوفوا ما نعرف الا تقدروا تقراو، شوفوا والله العظيم غير مكتوبه الله فيها، والله ما حبيت نكسرها، غادتني لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا والله غير ها كي تقراو مليح، الله ها راكو تشوفوا، سبحان الله. هذه هي دوك ندير، انا ندير زوج حبيبات تاع البيض، نحب ديما العقده تاعي تكون جاريه شويه باش تحكم لكم مليح. هذه هي هانا دزناها في كلش، دوك نطمها كامل. هنا نبدا نعمر القرنون، بسم الله، هكذا
خليه شويه طالع. شوفوا يا بنات، دوك نقول لكم عن القرنون. يقولوا لي علاش يطيح لنا القرنون؟ مادام تنحيوا له هادي كاع ويبقى غير السطح هذاك، سي نورمال يطيح لكم القرنون. مي كي تخلوا له هادي طالعه شويه، هي اللي تطم لكم حبه القرنون. فهمتوا؟ شوفوا الجناب تاعها، هذاك القلب اللي لداخل نخليوه شويه طالع، ما نقطعوهش كامل. فهمتوا؟ خليو هذا طالع. على بالي شفت انا بزاف لي فيديو يحبطوا حتى لتحت وتقول لك يطيح لي، ما نسحق لا بيض لا والو، راني درتها شويه مرخيه بالعاني. مي لازم هدايا الظلمه تاع، ماشي جواز راني على الظلمه، الظلمه الجناب تاعها لازم يقعدوا هادوما. راك تشوفوا هادوما يقعدوا طالعين هكذايا باش تشد لكم الحبه نتاع القرنون. فهمتوا؟ هذه باش تشد حبه القرنون. شوفوا فوالا، هاي دخلت كامل داخل، ونزيد نطلع لها شويه. ها شوفوا راهي طالعه، هذا راه طالع، هذه هي. دوك نكملهم كامل ونديرهم باش نديرهم في الطنجره يطيبوا. هنا ندير القرنون هكذا، نزيد نمرقلو شويه، وهادوك اللحم اللي قعد لي نديرو دي بتيت بولات هكذا. على بالكم الدراري ما يحبوش الخضره كما قلت لكم، والله غير ياكلوا اللحم برك يخليو القرنون. مي حنا انا وحده نموت على القرنون، انا خرج كيما يما نموت على القرنون، ما مولا بيتي يحبوه، مي الدراري نو هكذا. تنديرو كامل هكذا. يا كاني وريت لكم القرنون كيفاه تجمدوه، ها وريت لكم كيفاش نقيوه، كيفاش تجمدوه في الكونجيلاتور، وريت لكم كلش يعني في الحق ما خليت والو. انا هذا شيتو فريش باسكو راهو مازال كاين، مي سينون تاع رمضان الى حيا ربي خليتو في الكونجيلاتور. نزيد نمرق شويه، شوفوا المره الاولى نمرق ما نزيدش كاع حتى يطيب باذن الله. من بعد كي يطيب لي القرنون باش نرمي لحميصه كيما قلت لكم، لحميصه ديالي على العام في الكونجيلاتور طايبه، يا ربي نرميها 5 دقائق باش ترفد البنه تاع المرقه. هذا ما كان، دوكا نغطيه ونخليه يطيب في غرضه. هنا القرنون قريب يطيب، دوكا واش ندير؟ ندير لحميصه كيما على بالكم حميصتي دائما طايبه في الكونجيلاتور. حب الحميصه انا الله الله هكذا. اكو تشوفوا القرنون ما زغتش كاع، ما خرج لا اللحم ما خرج والو، على الصديقه الطريقه اللي كيفاش نقيو القرنون تاع الظلمه. قرنون تاع الظلمه وحده تنقي النيه ديالو، والقرنون تاع تبيخه ولا تنقي النيه ديالو وحده. هذه هي، نكمل نخلي القرنون تاعنا يطيب ونوليو ليه. هنا القرنون راهو طاب لي، دوك واش ندير؟ هنا درت شويه تاع المرقه، درت صفر تاع البيض، شويه تاع القارص، ونص سلطه معدنوس هكذا. دوك نعقد بها الطاجين ديالنا هكذا، والقارص بيان سور ما تنساوش هكذا. نخليه يزيد يتكتك شويه برك ونطفيلو. هذه هي الظلمه تاعنا اللي درناها مع بعض، درت شويه شرب افريك كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعي تاع الشرب افريك، ادخلوا في لي فيديو تصيبوا الشربه اللي درتها مع يعني مع الاوائل، تصيبوا لا روسيت كامل. الظلمه تاع القرنون راكم تشوفوا فيها، شوفوا ما زغد اللحم ما تنحى ما والو، علاه؟ باسكو الصاحب كي نقيو حبه القرنون نقيوها بالطبع، نخليو لها الجناب طالعين شويه. الا نحيتوهم كيما نقولوا حنا تفرطسوها كامل صافي نورمالمون يطيح لكم من اللحم. مي هاكو شفتو، ما درت لا فارينا، ما درت البيض لداخل باش نشدها، ما درت والو. هذه هي شوفوا، ها قاعده على حالو ما تواساش كامل. ها شوف حبه راهي صحيحه ما زغدتش كاع،
هذه هي. واش نقول لكم، نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم، ونتلاقى في وصفات اخرى باذن الله. ما عليا غنقول لكم في امان الله وحفظه، ما تنساوش جيم اي ابوني. مع السلامه.